تحديث 14.50 اللي نزل معنا اليوم نزل معنا العد التنازلي لحدث جلاكتوس، ونزل معنا هو شلون عم يقرب على الخريطه، ولحج ان شاء الله يشق الخريطه نصين ويرجعنا على الخريطه القديمه بقى ونرتاح وترتاح نفسيتنا وكلياتنا نرجع نلعب اللعبه بشكل نظامي. وغير هيك كمان في تحديات اسبوعيه جديده قادمه معنا رح تعطيك اكس بي انت والسكواد تبعك، فلو انت مو ملحق تلفل ومو ملحق تقفل بطل بس وتخلص كل شيء تحديات، هلا فرصتك بالاربع اسابيع القادمين لتقفل وتجيب البطل بس كامل قبل ما يخلص الموسم الرابع. رح احكي لكم عن شركة ايبك جيمز شلون عم تعصر اللاعبين عصر مثل اللي بيعصروا هيك معجون الاسنان على اخر حبة، وعم يعصروا كل شيء ايتم عندهم بالنسبة لفورتنايت قديم جديد عم ينزلوا لك اياه بس هاد في بوكس. رح احكي لكم كل شيء بالنسبة لهذا التحديث، ولو حابين تشتركوا عندي بالقناة فعلوا الجرس بتنوروني. شكرا لكم يا شباب على الدعم. المقطع الاخير طلبت عدد لايكات بس مشان يقترحوه على الناس، وفعلا جبتوا فوق ال 270 لايك، شكرا لكم على الدعم يا شباب. والفيديو فعلا اقترحوه لناس وعلي بالنسبة للتايم والواتشنج تايم والقصص هي كلياتها. شكرا لكم على الدعم يا شباب، وكود دعم بالاتم شو بدون ما تسالني زار امامكم لو حابين تدعموني فيه. شكرا لكم ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبه لتحديث 14.50 رح احكي لكم اول شيء على الايميل اللي اجانا هيك على السريع السريع. طبعا اول خانه من الايميل اللي بيجي لصناع المحتوى مكتوب فيه ايكون فلاي يعني استطيع الطيران. هذا الايميل حطوا فيه انه نحن بفورتنايت لما كنا بالهالوين مشان الاشباح كنا نبني سكاي بيز نطلع لفوق للسما بالبناء مشان ما يجيبونا الاشباح ونجيب الجيم بطريقه مضمونه احسن من قبل، يعني ما يتكاثروا عليك الاشباح ويشقوا الدنيا. طبعا هذا الشيء علمت فيه شركه فورتنايت وراحت نزلت لكم شيء جديد اللي هو باسم الجيت باك القديمه معنا ولكن بس مطوره. هي اللي زارها امامكم، هي الجيت باك رح تلبسها انت وتاخذها ايتم معك بالشنطه وتطير فيها، ولكن رح تطير فيها بطريقه اغرب من الطريقه الماضيه تبع الجيت باك القديمه اللي لحقها منكم. ولا رح اترككم مع مقطع صغير وارجيكم اياه وارجع لكم. مثل ما شفتوا هي الجيت باك اللي زارة امامكم بتكون بهالطريقه هي، بس مو مثل القديمه مجرد ما انك انت تشغلها فوق الثانيه والثانيتين رح توقع على الارض وتاخذ فول دمج، فبدك دير بالك وتتعلم عليها مظبوط. بالنسبه للخانه الثانيه، الخانه الثانيه بيكونوا عم يحكوا عليها على سكين لاكلين اللي انا حكيت لكم عليه وشرحت لكم عليه بمقطعين، اللي هو رح يكون يوم 7 نوفمبر و8 نوفمبر رح يكون في بطوله بالبيكاكس فقط، حكيت عليها. لو حابب تشوف المقطع كامل رح تلاقيه تحت بالوصف، رح تلاقيه طلع لك على اليمين او على الشمال باشاره استفهام. وبالنسبه للخانه الثالثه، الخانه الثالثه اللي عم يحكوا عليها عن الجيل القادم بالنسبه للبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز اكس، انه رح تقدر تلعب اللعبه على 4K على 60 اف بي اس ورح يكون وضعك بالتمام. وعم يحكوا لك كل شيء بالنسبه للباتش نوت والتحديثات اللي هي رح تكون بالنسبه للبلاي ستيشن واجهزه الكونسول. فانت لو حابب فيديو منفصل عن هذا الموضوع انا بقدر احكي لك عن فيديو منفصل بالنسبه للبلاي ستيشن 5 وبالنسبه للاكس بوكس سيريز اكس. وبالنسبه لاخر خانه اللي هي رح تكون معنا بالنسبه للاكس بي والتحديات اللي انا حكيت لكم اياها، ولكن في شيء غريب باخر سطر بيقول لك انه انت كن مستعد لحتى تحارب جلاكتوس، يعني بيقول لك خلص تحديات وكن مستعد لحتى انت تحارب جلاكتوس. هيك لحنا تأكدت معنا نظرية التسريبات اللي هي بتقلك انه لحنا رح نحارب جلاكتوس او رح نوقف نتفرج على ابطال خارقين تبعات ايرون مان وسور وشي هولك، وهدول اللي معنا بالبطل باس كلياتهم رح يحاربوا جلاكتوس ونحن نتفرج عليهم. فهذا الشيء رح يكون اكيد ورح يكون في عنا حدث كتير عظيم انه رح يكون في جلاكتوس موجود ورح تدور حرب يا بيناتنا يا اما رح تكون بين ايرون مان وهدول الناس الابطال الخارقين وجلاكتوس ونحن نتفرج عليهم. هذا الشيء بياكد هذا الموضوع اللي احنا حكيناه بالتسريبات الماضيه. هيك بالنسبه للايميل اللي بنبعت لصناع المحتوى كلياته. خلينا ننتقل بالنسبه لملفات اللعبه. ملفات اللعبه الصراحه صار فيها شيء مغزي جدا بالنسبه لسكنات الديفولت. طبعا انتشرت قبل بيومين من هذا التحديث اشاعات بتقول انه سكنات الديفولت قادمه للعبه فورتنايت، والناس كلها انبسطت انه اوياي والسكنات الحلوه والقديمه واللاعبين الاو جي رح ينبسطوا. هيك طبعا هذا الموضوع صار ورح يرجعوا السكنات، وشركه ايبك جيمز قالت انه رح يرجعوا وفعلا رجعوا، ولكن شو عملت؟ عملتهم انه مثل عصرتهم عصر على الاخير. شلون عصرت سكن السمكه وسكن سكلاتون، شلون هيك عصرتهم ونزلت منهم سكنات بالهبل. نفس الموضوع عملت هلا مع سكنات الديفولت بالشابتر 2، عملت انه سكنات الديفولت طبعا هي انه تغيرت. طبعا بالشابتر 2 كانت غير الشابتر 1 بالنسبه لسكنات الديفولت ومختلفين عن بعض. حاليا بهذا السيزون هلا رح ينزلوا لك حزمه كامله لسكنات الديفولت القديمه يلي بتحتوي على اربع شباب واربع بنات اللي نحن متعودين عليهم اللي ظاهرين امامك، اللي هن مثل خوزيه وجوردن وستيف، وبالبنات بالنسبه لهم انجولا والحولا والثانيه، هي كلياتهم اللي انتم بتعرفوها. طبعا رح ينزلوا هدول السكنات بشكل حزم ورح يشتروهم بمصاري الناس مو ببلاش، عشان يكون عندكم فكره هدول نزلوا ملفات اللعبه على شكل حزم. وهدول النين اللي انا ضايقتني فعلا بالنسبه لهذا التحديث، لانه عصرت عصر الصراحه السكنات، وهدول السكنات ما لازم الشركه تتاجر فيهم بنوب، لانه هدول السكنات الديفولت اللي احنا بنحبهم ومتعودين عليهم.
فانت اكتب لي تحت رايك بالتعليقات شو رايك بهذا الشيء اللي عملته ايبك جيمز، هل هو صح ولا غلط؟ انا بالنسبه لي غلط. خلينا ننتقل لخبر جلاكتوس. بالنسبه لجلاكتوس يا شباب، هو قرب معنا كثير لخريطه فورتنايت والحدث كل ماله عم يقرب اكثر واكثر. بالنسبه لجلاكتوس مثل مزارع امامك، لو انت دخلت على تحديات الطرابيزه اللي هم موجودين بقائمه الباتل باس رح تلاقي هيك شكل الخريطه اول ما تقرب عليها. طبعا جلاكتوس هو اخترق المجال الجوي للعبه فورتنايت او لخريطه فورتنايت بشكل عام، فبدي اكتب لي رايك بالتعليقات شو رايك بالحدث، هل رح يكون خرافي جدا ولا رح يكون هيك عادي اي حاجه؟ وجلاكتوس مثل مزارع امامكم كمان بالسما كل ماله عم يقرب اكثر واكثر، وشكله صار واضح كثير بالنسبه لنا. لما انت بس تنزل على الخريطه خذ سنايبر او اي اسولت، عين على السما ودور على جلاكتوس تلاقيه بشكل اكيد بهذا الشكل هيك قريب كتير وباين وملامحه كلها تباينة. هاي بالنسبة لجلاكتوس بالنسبة للحدث اللي قادم معنا. طيب يعني مو انت الحدث ممكن يكون؟ بالنسبة للحدث انت ممكن يكون يا شباب لحد هلا مو معروف انت الحدث اللي حيكون، ولكن من داخل ملفات اللعبة قدرنا نجيب تحديات اسبوعية جديدة تبعت الاكس بي اللي حكيت لكم عليها هلا من شوي. هدول التحديات الاسبوعية اللي حيكونوا معنا تحديات الاسبوع 11 واسبوع 12 واسبوع 13 واسبوع 14، يعني لسه في معنا اربع تحديات اسبوعية. يعني متوقع انه لا احنا ان شاء الله يوم 4/11 هو اللي حيكون يوم الخميس رح ينزل تحديات الاسبوع 11، وبعد منه بقى خميس بخميس بخميس رح يكون هيك معنا اربع اسابيع نشوف فيها جلاكتوس او نشوف الحدث، او ممكن يكون الحدث بالنص الله اعلم. وبالنسبه يا شباب للسكنات اللي انضافت معنا، هدول هن كل السكنات اللي انضافت معنا، ما في غير حزمه الجوكر اللي نزلت معنا بملفات اللعبه سابقا وتسربت، وهلا فعلا نزلت بالملفات وتزبطت، ومثل مظاهر امامكم هدول السكنات اللي حتكون معنا بالنسبه لحزمه الجوكر. طبعا ما في اي فيديو ورجيكم اياه لانه ما طلعوا هن من داخل اللعبه غير بهذا الشكل. وبالنسبه للاضافات رح اترككم مع جميع الاضافات وسكنات الديفولت وكل شيء صار معنا بالنسبه للعبه واضافات للسكنات. شكرا لكم يا شباب، كودنا عم بلاقيكم شو بنوم تسعه، ولو محتاجين اي شيء اكتبوا لي تحت بالتعليقات عادي، ولو حابب تفوت على سيرفر ديسكورد تنورني تحكي مع بعض ونلعب مع بعض ايام ثانيه مو مشكله، كمان لو حابب تفوت على الديسكورد تفضل تفوت تنورني على الديسكورد مشان نلعب مع بعض. شكرا لكم وبرعايه الله. Thank you.